تخيل لو انت حضرتك ماشي في الشارع ولقيت اتأخرت في الشغل وبتاع ومروح بالليل ولقيت كلب كبير جدا واقف على باب الشارع بتاعك او على باب البيت بتاعك، خلاص واضح ان هو جاي لك انت يعني، والساعة 11 بالليل بقى ومروح تعبان وكده يعني. تعمل ايه مع هذا الكلب اللي قاعد لك على باب الشقة او باب البيت؟ هو الكلب ما جاش؟ مظهرش؟ اه هتعمل معاه ايه؟ ايه؟ هتنام في العربية؟ اه والله انا بقيت كتير جدا نمشي في العربية، نقول العربية حلوة جدا بالليل ماشي. هنام في العربية معناها ايه؟ ان انا هتدخل البيت عندك؟ مش هدخل البيت، ده انا هرجع لف وارجع تاني صح؟ تعال نطلع اسم للحل ده. نسميه ايه؟ عايزين نطلع له اسم. ايه ده بجد؟ ماشي افويد، يلا. يبقى اول حل اسمه ايه؟ افويد. افويد افويد انت اصلا ما رحتش للموضوع، ما رحتش تجنبت الموضوع، فاول حل اسمه افويد، انك ما تروحش لل. طيب